السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في العديد من مناطق المملكة، المنطقة الشمالية، الشمالية الشرقية، أجزاء من المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الغربية وسواحل البحر الأحمر. شملت زخات الأمطار أيضا مدينة جدة وأيضا مدينة مكة المكرمة. المحاور الرئيسية التي سأستعرضها في هذه النشرة ستكون حول استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة لكن بأقل شدة في المنطقة الشمالية، وليالي شديدة البرودة أيضا متوقعة وأمطار على بعض المناطق بفعل حالة من عدم الاستقرار الجوي. صور الأقمار الصناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار الكمية من الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، حيث بدأت كتلة هوائية باردة تعبر شمال المملكة العربية السعودية. لاحظوا هذا الدوران حول هذه الكتلة الهوائية الباردة، هذا الدوران للغيوم هو حالة من عدم استقرار جوي، غيوم متوسطة الارتفاع ركامية في بعض الأحيان عملت على هطول زخات رعدية من الأمطار. بالمقابل أيضا شهدت المنطقة الوسطى من سواحل البحر الأحمر، منطقة مكة المكرمة أيضا ومدينة جدة وأجزاء الشمالية والجنوبية من منطقة جدة أيضا هطولا لزخات من الأمطار متفاوتة الشدة من منطقة لأخرى بسبب حالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن اندفاع لهواء بارد من الشمال وهواء دافئ ورطب من الجنوب. نقطة الالتقاء كانت هنا فوق هذه المنطقة حيث كانت الأجواء غير مستقرة خلال نهار اليوم. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة أو توزيع الأمطار المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث نلاحظ يوم الخميس استمرار الأجواء غير المستقرة فوق المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية، أجزاء من المنطقة الوسطى وامتدادا لعموم المنطقة الغربية والجنوبية الغربية بما فيها سواحل البحر الأحمر. الأجواء غير المستقرة مستمرة خلال ساعات ليلة الخميس على الجمعة، لكن تتراجع شدة هذه الأجواء الغير مستقرة خلال نهار يوم الجمعة، تصل تأثيراتها بشكل ضعيف نحو العاصمة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة، حيث تنتشر كميات من الغيوم المتوسطة الارتفاع التي قد تعمل على هطول زخات متفرقة وخفيفة من الأمطار فوق العاصمة الرياض. أيضا تستمر الأجواء غير مستقرة فوق سواحل وسط وجنوب البحر الأحمر لكن بأقل حدة من نهار اليوم. تتراجع وتتلاشى حالة عدم استقرار الجوي فوق المنطقة الشرقية والوسطى خلال يوم السبت، لكن تستمر بشدة ضعيفة على المنطقة الغربية والجنوبية الغربية خلال ساعات صباح وظهر يوم السبت بإذن الله. نذهب الآن لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تبقى المملكة أو المنطقة الشمالية من المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة مرافقة للمرتفع الجوي السيبيري الذي يبقى متمركزا فوق الأراضي العراقية، حيث تكون الأجواء باردة هنا فوق المنطقة الشمالية، طقس بارد نسبي خلال ساعات النهار لكن شديد البرودة خلال ساعات الليل. درجات الحرارة تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت العام في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى والجنوبية الغربية، أيضا طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار في العاصمة الرياض لكن بارد خلال ساعات الليل، بينما يكون الطقس معتدل إلى دافئ فوق المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تتفرق بعض الغيوم، 13 درجة مئوية كحرارة عظمى، الملموسة 13، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الجمعة كما ذكرنا هناك فرصة لهطول زخات خفيفة من الأمطار خلال ساعات الصباح، 20 درجة مئوية، الصغرى 14، يوم السبت ارتفاع قليل واستقرار على الطقس 21 إلى 13، يوم الأحد المزيد من الارتفاع 22 إلى 13 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.